لو بتكلم على شكل البالس بقى وبحاول اوصفها، البالس بتاعتي دي ممكن اعرف لها حاجه اسمها بيك بوزيتيف بريشر وبيك نيجاتيف بريشر. طبعا الستاتيك بريشر هو طبعا اللي هو مور اور ليس هيبقى زيرو. يعني الانتنسي بتاعتي عباره عن باي ديفينيشن عباره عن بي سكوير على زي، اوكي، اللي هي البريشر اللي هو البارتكل بريشر بتاعي على الزي اللي هو الاكوستيك امبيدنس. بنبتدي بقى نعرف شويه بارامترز جوه في البالس نفسها، لو انا عندي بالس بالشكل ده كده، وبستعملها بعد كده ان انا كاركترايز الاكسايتيشن اللي انا بستعمله دوت عامل ازاي، علشان في ليميتيشنز جايه لي من ريجولاتوري ايجنسيز على ان انا ما اقدرش ابعت اكتر من حد معين لكل واحده من الحاجات دي. اوكي، كان زمان في حاجه اسمها اي اي يو ام ستاندرد اللي هو كان بيقول لنا ما ينفعش نبعت اكتر من 100 ملي وات بير سنتيمتر بير ميجا هرتز. اوكي، فطبعا بير سنتيمتر سكوير بير ميجا هرتز، فانا بتكلم على ان انا يعني لو انا غيرت الستاندرد بتاعي بيبقى عندي برضو ليميتيشن على حاجه واحده من الحاجات اللي هي لها علاقه بالبلس دي. اوكي، فبتكلم مثلا على لو انا برسم البلس دي هنا في التايم، طبعا انا عندي ممكن ارسم البلس دي في التايم، ممكن ارسمها في السبيس، لان انا ده نفسها هي بتماب في السبيس لحاجه مختلفه. يعني احنا لما بنبعت البلس دي على نحطها على الترانسديوسرز على الالتراسونيك ترانسديوسر بتطلع من ناحيه ثانيه في السبيس حاجه شكلها مختلف، فانا ببص عليها في التايم مره وببص عليها في الايه في السبيس مره تانية. لما بتكلم عليها في التايم يبقى معنى كده بكاركترايز البلس اللي رايحه للايه، البلس اللي رايحه للترانسديوسر، ويعني بشوف الديبندنس بقى التايم بتاعها عامل ازاي. فبتكلم هنا ان في عندي تمبورال بيك، اوكي، وفي عندي بلس ديوريشن. بتتعرف البلس ديوريشن دي ان هي 1.25 في تي 90 ماينس تي 10. تي 90 معناها ان هي يعني دي تي 10 يعني بوصل فيها ال 10% من الماكسيمم بتاعي، و90 بوصل 90% يعني ببقى يعني برجع تاني لنفس الامبليتيود بتاعي. او لو بتكلم ان هنا 0 هنا 0 بتكلم على 10% من الوقت و90% من الوقت. لو بتكلم على في حاجه اسمها اي بي اي اللي هو البلس افريج، يبقى باخد البلس دي كلها وبحسب لها الافريج بتاعي بيساوي كام في الوقت اللي انا بتكلم عليه هنا دوت. طبعا بحسب الوقت ده في الايه في البلس ديوريشن بتاعتي، يعني باخد الجزء بتاع البلس ديوريشن واحسب جواه البلس افريج بتاعي بيساوي كام، بسميه الاي بي اي. اوكي، في عندي ديفينيشنز ثانيه بقى لو انا خدت الكلام ده، يعني ممكن انا اخد الكلام ده مع السبيس. اوكي، بس عامه قبل السبيس برضو ممكن نتكلم على حاجه اسمها البلس ريبيتيشن بيريد، ممكن نتكلم على حاجه اسمها التمبورال افريج انتنسيتي. اوكي، لو انا بتكلم على تمبورال افريج ده ساعتها بتكلم على مش بلس افريج بقى، بتكلم ان انا باخد البلس بتاعتي دي واحسب لها افريج في كل البلس ريبيتيشن بيريد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا دلوقتي ممكن لو انا فرضا عندي ليميتيشن على التمبورال افريج انتنسيتي بتساوي كام، اوكي، انا ممكن احط بلس كبيره قوي 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 بس الفتره بتاعتها قصيره قوي وذين الايه بلس ريبيتيشن بيريد. اوكي، يعني ممكن مثلا لو انا عندي دي ممكن احطها مثلا 100 واخلي المسافه دي المسافه اللي هي الفاضيه دي اخليها كبيره بحيث ان انا مقسم ال 100 على المسافه دي، يبقى في الاخر ايه، يبقى في الاخر الاي تي اي بتاعي ما يبقاش كبير. او ممكن انا اخلي دي كلها صغيره وممتده. اوكي، فدي عامه هو الجزء بتاع التمبرال افريج ده مهم جدا ان احنا نراعي ان احنا يعني كم مره بنعمل بلسيشن في الثانيه او في البلس ريبيتيشن بيريد. اوكي، او يعني بلس ريبيتيشن بيريد بتاعتنا كام بمعنى صح، دي بتفرق معانا جدا في الانرجي ديبوزيشن اللي انا بعملها في الايه اللي انا بعملها في الالترا ساوند. كل ما انا كبرت دي كل ما معنى كده ان انا دلوقتي قاعد بدي انرجي جامده جدا بالنسبه للبيشنت في وقت قصير. اوكي، فده دايما بيبقى عليه ليميتيشن. في عندنا حاجات بقى كذا حاجه كده بنشوفهم في الستاندرز اللي هي الاي اس بي تي بي والاي اس بي تي اي والاي اس اي تي اي، دي سبيشال بيك تمبورال بيك سبيشال بيك تمبورال افريج سبيشال افريج تمبورال افريج. اللي سبيشال بقى جزء السبيشال ده معناه ان انا باخد الكروس سكشن بتاع البيم بتاعي واشوف انهي اكبر حته فيه من ناحيه الايه من ناحيه الانتنسيتي في الايه في السبيس بقى. يعني ده كده اكني باخد كروس سكشن البيم بتاعي، ده شكل البلس في التايم وده شكل البيم بتاعي في الايه في السبيس. فممكن احسب انها سبيشال بيك واحسب انها سبيشال افريج. فهنا انا ممكن باخد السبيشال بيك يعني باخد النقطه اللي في النص دي هنا كده، تمبرال بيك يعني بشوف البيك الكبيره دي كويس اللي عند النقطه دي، يعني شوف البروفايل بتاع النقطه دي عامل ازاي في التايم. اوكي، واقول ان دي سبيشال بيك تمبرال بيك. او باخد برضه سبيشال بيك اللي هي نفس النقطه دي برضه البيك بتاعتها بتساوي كام، اللي هي البيك دي بتساوي كام النقطه دي. اوكي، واشوف لها التمبرال افريج بتاعها بيساوي كام.
او اشوف السبيشال افريج اللي هو الافريج بتاع كل المنطقه دي بقى اللي هو الافريج ده بيساوي كام، واشوف له بقى التمبرال افريج بتاعه برده بيساوي كام، يعني افريج في السبيس وفي التايم. اوكي كل الحاجات دي الحقيقه لها اهميه، والحقيقه ممكن هي تفرق معايا في حاجات زي مثلا دوبلر الترا ساوند مثلا عشان بعمل بالسيشن كتير قوي الحقيقه عشان اكواير، فيعني وبعمل بالسيشن في نفس المكان. فالنقطه ان انا ممكن يبقى عندي ليميتيشن ان انا ما اقدرش ان انا اعلى مثلا بالفيجرز دي انها تبقى اعلى من حد يعني حد معين. اوكي فبيبقى يعني لو عليت عن حد معين بيحصل بعد كده ان درجه الحراره اللي جوه الجسم بتزيد، فمعنى كده ان ممكن يبقى في سايد افكتس للايه للتصوير بالالترا ساوند. فطبعا الكلام ده بناخده في اعتبارنا بشكل كبير واحنا بنصور علشان برضو ما نعملش انرجي ديبوزيشن بالنسبه للبيشنت ونأذيه، او في حالات مثلا زي الحمله او كده ما ينفعش برضو انا احط انرجي ديبوزيشن يبقى كبير. الحاجات دي كلها في غايه الاهميه علشان ناخدها في اعتبارنا واحنا بنستعمل مكنه الالترا ساوند.